فقد ظهر كما جاء في الأخبار وكما جاء في نشرات المنتديات، كثير من المنتديات نشرت هذه الأخبار، إضافة إلى الصحف. ظهر الجراد الأحمر في مصر وظهر في السعودية، وقد ورد عن أهل البيت عليهم السلام شرح لهذه العلامة من علامات القائم كما جاء في الإرشاد للشيخ المفيد صفحة 359 عن محمد بن أبي البلاد عن علي بن محمد الأزدي عن أبيه عن جده قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بين يدي القائم عليه السلام موت أحمر وموت أبيض وجراد من حينه وجراد في غير حينه كألوان الدم، فأما الموت الأحمر فالسيف وأما الموت الأبيض فالطاعون. هنا يصف الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أن الجراد الأحمر في غير حينه كألوان الدم، أي لونه أحمر. وقد جاء الجراد الأحمر أخوان الكرام، جاء الجراد الأحمر كما جاء في كثير من الأخبار في الصحف وفي المنتديات في مصر وفي السعودية، جاء الجراد الأحمر في غير حينه ونشر هذا. المشكلة سئلوا عن هذا الجراد الأحمر هل هو من علامات القائم، فرد أحدهم أنه يعني قد يكون بينه وبين القائم سنين طويلة، بينما الرواية تقول بين يدي القائم، بين يدي القائم، أي أن ظهور هذا الجراد قائم. سبحان الله، يحاولون أن يبعد الناس عن أمر. People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people. خلعت العرب أعنتها، وهو تعبير مجازي عن الثورة التي تجري الآن من قبل الكثير من الشعوب العربية. قد ذكرت هذه الحالة الفريدة في التاريخ كعلامة من أهم وأبرز علامات الظهور، وهذه بعض الروايات التي تذكر هذه العلامة. سئل الصادق عليه السلام عن فرج الشيعة فأجاب: إذا اختلف ولد العباس أي الحكام باسم الدين ووهى سلطانهم وطمع فيهم من لم يكن يطمع، وخلعت العرب أعنتها أي الثورات، ورفع كل ذي سيسية سيسيته، وظهر السفياني واليماني، خرج صاحب هذا الأمر روضة الكافل الكليني عن أمير المؤمنين عليه السلام، وسيأتي اليهود من الغرب لإنشاء دولتهم بفلسطين. قال الناس: يا أبا الحسن، أين تكون العرب آنذاك؟ قال: تكون مفككة القوى، مفككة العرى، غير متكاتفة وغير مترادفة، حتى إذا أطلقت العرب أعنتها ورجعت إليها عوازم أحلامها، عندئذ يفتح على يدهم فلسطين وتخرج العرب ظافرة وموحدة. ومن الثابت أن تحرير فلسطين بيد القائم عليه السلام 250 علامة، جزء واحد صاد 115. وتكلم الإمام عليه السلام في كتاب ماذا قال علي عن آخر الزمان، أو كتاب الجفر الأعظم، عن حكام العرب في حديث طويل منه: يجمعون العسكر من شعوبهم يضربون بها شعوبهم، فيبتلى بعضهم بالموت الأحمر وبعضهم بالجوع الأغبر، والثلث بزيت أسود لا يحصر، ويظهر شر نسل لا أسقاهم الله المطر، إلى آخره. It means everything. It means absolutely everything to us and to the rest of the Egyptian people. And we want to send out a message to the world and to the American government that all we want is a free land to live in, a free government. All we want is a government by the people, for the people. That's all we want. And we're not going to leave until we get what we want. We're tired of Mubarak. We hate Mubarak and people are dying. الرموز التي تكلم بها أهل البيت عليهم السلام ورسول الله في الأحاديث للتحذير
من الدجال الأكبر والذي حذر منه كل الأنبياء والمرسلون، لأنه يدعو إلى نبذ حاكمية الله العقيدة الحقة وإلى الاعتقاد بحاكمية الناس واعتناق حاكمية الناس والانتخابات والديمقراطية. فأهم فتنة الدجال أو أحد أهم مصادق هذه الفتنة هي الديمقراطية، حاكمية الناس، اختيار الناس للحاكم. فأمريكا ترى الديمقراطية الحلقة الأخيرة في سلسلة التطور السياسي البشري. جاء في المعجم الموضوعي عن حديث ابن أسيد قال: سمعت أبا ذر يقول، وهو متعلق بحلقة باب الكعبة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من قاتلني في الأولى وفي الثانية فهو في الثالثة من شيعة الدجال. وفي نفس المصدر ونفس الصفحة ينقل الكوراني نفس الرواية عن أمال الطوسي وفيها: وقاتل أهل بيتي في الثانية. وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق، ومن قاتلنا في آخر الزمان فكأنما قاتل مع الدجال. نفس المصدر والصفحة. وعن الإمام الصادق عليه السلام أيضا في المعجم الموضوعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يهوديا. قيل: وكيف يا رسول الله؟ قال: إن أدرك الدجال آمن به. وإذا قرأنا هذه الروايات وهي كثيرة وتحت ضوء رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يجري في آخر الزمان، يتبين لنا بكل وضوح أن المقصود من هذا الدجال الأكبر هو أمريكا، وأن المقصود من هذه الفتنة هو حاكمية الناس التي تروج لها. وكل دجال بعد ذلك هو مصداق لكلمة دجالين بما يروج ويسوق لهذا المشروع الأمريكي للدجال الأكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الويل الويل لأمتي من الشورى الكبرى والصغرى. فسئل عنهما فقال: أما الكبرى فتنعقد في بلدتي بعد وفاتي لغصب خلافة أخي وغصب حق ابنتي، وأما الشورى الصغرى فتنعقد في الغيبة الكبرى في الزوراء لتغيير سنتي وتبديل أحكامي. مكتب التيار الصدري في النجف ينشر وثيقة جديدة تبين أن السيد الشهيد الصدر أخبر بوجود رسول الإمام المهدي من البصرة يلبس العقال العربي قبل استشهاد السيد الصدر لفترة. فلماذا ينكرون هذا الآن؟ ولماذا يقولون أنهم على نهج السيد الشهيد الصدر وهم ينكرون أفعاله وأقواله؟ وهذه كل البيانات التي تخص الكتاب الصادر عن المكتب في النجف، والقصة كاملة كما نشرت في الكتاب. اسم الكتاب: 50 موقف مع السيد الشهيد الصدر، الطبعة الأولى، الجزء الرابع، من إصدارات مكتب السيد الشهيد الصدر النجف الأشرف، الإشراف العقائدي التثقيفي للممهدون. تاريخ الإصدار: 4 من شهر رجب 1431. تعليق لجنة البحوث والدراسات الشيخ اسكندر القاسمي. مطبعة العالمية للطباعة والتصميم، تليفون 0780 10 7574 41. الموقف 23، صفحة 47. هديتني في منامي. نقله محمد أنور من أهل الكود. كنت أقلد أحد المراجع البارزين في النجف، وكنت من الذين رزقهم الله تعالى رؤيا صادقة وكانت عجيبة غريبة وفيها تفاصيل كثيرة تحقق الكثير منها في حياة السيد الشهيد الصدر قدس سره. وبعد شهادته
أصبحت أعيد مفسخا لمارها أيد، ولم أستطع أن أبوح بها لوكيل المرجع الذي أقلده، لأنها قد تتعارض مع هواه وقد لا أحصل على جواب دقيق بشأنها. المهم أصبحت بذلك الهم، وكان من عادتي أن أذهب لزيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام، فخرجت قاصدا مرآة السيارات، وكانت السيارات في ذلك الوقت باص من نوع غين، فلم أركب في السيارة الأولى ولكني ركبت بالتي تليها حيث كانت فارغة. وعند صعودي في السيارة الثانية سمعت ضجيجا في السيارة الأولى التي همت بالرحيل عند أول حركتها، وإذا بشخص يرتدي عقال ينزل من السيارة والناس تصيح عليه لماذا تصعد وتنزل. المهم أنه صعد معي في السيارة الثانية، ولما لم يكن في السيارة غيري وإذا به يحدق بي ويقول كنت أبحث عنك، فصعدت في تلك السيارة ونزلت لأنني لم أرى الوجه الذي جئت من أجله إلى البصرة. وهنا بدأ الخوف يمتلكني، فقال الرجل أنا جئت من البصرة لكي أقول لك شيئا، اترك تقليد فلان وقلد السيد محمد الصدر. فزاد الخوف أكثر لأنه قد يكون أحد أزلام النظام، فأنكرت عليه فقال لي ألست فلان الذي رأيت الحلم كذا وكذا البارحة؟ وشرح لي الحلم بالتفصيل، ثم أخذ يحادثني طوال الطريق إلى بغداد وأنا بين مصدق ومكذب وبين خائف ووجل. وانتهت رحلتي وعدت إلى الكويت، وقررت أقص لما رأيت لسماحة السيد كاظم الصافي رحمه الله الذي كان وكيلا للسيد الشهيد الصدر في الكويت. فقصصت لما رأيت من الرؤية وما حدث لي لجناب السيد الصافي، وكان أحد المشايخ من أئمة الجمعة موجود وقد بدت علامات الدخول عليهما، فقالوا لا بد أن نقص ذلك للسيد الشهيد الصديق المتسسر. وفعلا في لقاء خاص للسيد الصافي وجناب الشيخ الذي كان برفقته روى الحادث للسيد الشهيد الصدر رحمه الله، فقال لهما أن هذه الرؤية يجب كتمانها وأن هذا الشخص المعقل رسول الإمام المهدي عليه السلام. عن أم سعيد الأخمسية قالت قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ابن رسول الله، اجعل في يدي علامة من خروج القائم عليه السلام. قالت قال لي يا أم سعيد إذا خسف القمر ليلة البدر من رجب وخرج رجل من تحته فذلك عند خروج القائم عليه السلام. جاء في بيان الأئمة الجزء الثاني صفحة 695. In just over an hour, the full moon will turn a deep red for most of the planet when the longest lunar eclipse in a decade will take place. And RT's Tom Barton is watching the skies for us here in Russia, in Moscow to be precise. Tom, when is the actual moment then that we'll see the midsummer moon turn dark? Now, all across the globe, for the most of the planet, for this time, because of where the Earth is in its axis at the moment, most of the planet will have a chance to see this eclipse throughout South America, Australasia, Asia, Europe, and Africa. If people look up, they'll be able to see this event happening. ومن خطبة طويلة لأمير المؤمنين عليه السلام يذكر علامات الظهور المقدس. انعقاد جسر مما يلي الكهف في مدينة السلام، وارتفاع ريح سوداء بها، وخسف يهلك فيه كثير من الأنام. جاء في شرح إحقاق الحق الجزء 29 للسيد المرعشي صفحة 344. وهذا الجسر الذي انقلبه جسر الأمة الكاظمية في بغداد وقتل به 1000 إنسان. وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال يبنى جسر بين أوال والخط، فإذا اكتمل وصلت الدماء إلى الركبة. جاء في 250 علامة حتى ظهور الإمام المهدي للسيد محمد علي الطبطبائي الحسني الصفحة 158. وهذا الجسر تم البدء ببنائه منذ سنين طويلة والآن على وشك الانتهاء.